السلام عليكم أحبتي الكرام، وصلنا إلى الدرس 25، وكلمة اليوم من هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين فقط هي كلمة adult. adult adult هيا نكتشف أسرار هذه الكلمة. قبل البدء get ready، اجهز. write all the phrases، اكتب جميع العبارات. so you need a notebook، تحتاج إلى كراس. a pencil، قلم. و just do 2 minutes، فقط دقيقتين. and say after me 5 times aloudly، كرر خلفي 5 مرات بصوت مرتفع حتى تتقن اللفظ الصحيح، وتذكر أن تكتب العبارات الجديدة أيضا. قبل البدء اضغط على إعجاب لهذا الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس. سنأخذ كلمة اليوم ومثال فيه على هذه الكلمة ومرادفات والعبارات. كلمة adult، adult بمعنى بالغ، راشد، أو شيء خاص بالبالغين. ركز، اكتب وكرر بصوت مرتفع. adult، المثال الأول. they take about 2 years to grow to full adult size. they take about 2 years to grow to full adult size. They take about 2 years to grow to full adult size. المثال الآخر. I had lost my best friend. أنا خسرت صديقتي العزيزة، أعز أصدق صديقاتي. The girl I had grown into an adult with. الفتاة التي كبرت معها حتى البلوغ. I had lost my best friend. The girl I had grown into an adult with. مرادفات هذه الكلمة grown up، grown up. major، major، راشد. extreme، بالغ. أهم العبارات لهذه الكلمة adult magazines، adult help، adult size. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، تابعونا في الحلقات القادمة واستمروا بالمثابرة، وشكرا لكم، إلى اللقاء.